روح نشوفوا التمرين 19. التمرين 19 قال لك أرادت نورا أن تختبر معارفها حول التكهرب، فأخذت 3 قضبان، واحد من النحاس، واحد من إيبون، واحد من الزجاج، وقامت بدلكهما 3 بقطعة صوف. ماذا يحدث لكل قضيب عند دلكه؟ الزجاج عند دلكه تولي عنده شحنة موجبة، التفسير ولا برر إجابتك. عند دلك القضيب الزجاجي بقطعة صوف تنتقل الإلكترونات من القطعة الصوف إلى تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى القطعة الصوف، فتصبح شحنة الزجاج موجبة. الإيبونيت عند دلكه تصبح شحنته سالبة. لماذا؟ عند دلك الإيبونيت بقطعة صوف تنتقل الإلكترونات من قطعة الصوف إلى الإيبونيت، من قطعة الصوف إلى الإيبونيت، فتصبح شحنة الإيبونيت موجبة. وهنا النحاس لا يحدث له أي شيء. لماذا؟ لأنه لا يتكهرب بالدلك، لأنه من النواقل. صف ماذا يحدث للكرية في هذه الحالة مع الشرح. إذن في هذه الحالة تتنافر الكرية. لماذا؟ للشرح، لأن الكرية هنا متعادلة كهربائيا، والزجاج له شحنته موجبة. تنتقل الإلكترونات الموجودة في الكرية نحو الزجاج، الموجودة في الكرية نحو الزجاج، فتصبح شحنة الكرية كيف هي؟ موجبة، فيحدث تنافر. وفي هذه الحالة ماذا يحدث؟ تنجذب الكرية إلى الإيبونيت المشحون حتى التلامس، ثم يحدث تنافر. إذن تجاذب ثم تنافر. تبعوا مليح معايا الشرح ولا التفسير. تنجذب الكرية إلى الإيبونيت عند تقريب الإيبونيت إلى الكرية، تذهب الإلكترونات ولا تهجر الإلكترونات إلى الوجه الخلفي للكرية، فتصبح الوجه الأمامي للكرية يصبح موجب، فيحدث انجذاب.